نمسي عليكم الخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء معتدلة، وتصل درجات الحرارة في معظم المناطق البرية ما بين 23 إلى 28 درجة مئوية، وتنخفض نوعا ما عن هذه المعدلات على المناطق الحدودية. رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام خلال هذه الليلة ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. متوقع بدءا من يوم الغد أن راح يكون هناك تحول في اتجاه الرياح إلى رياح جنوبية شرقية، متوقع أن راح تستمر معنا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع أجواء راح تكون غائمة إلى غائمة جزئيا، وعودة لفرص الأمطار المتفرقة مع نهاية الأسبوع القادم. راح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال هذه النشرة وأيضا خلال نشراتنا القادمة. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء غائمة جزئيا مع رياح حاليا غربية سرعتها 3 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 28 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 24%. أما الرؤية الأفقية فهي ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر. الأجواء المتوقعة خلال منتصف هذه الليلة أجواء راح تستمر معنا معتدلة، متوقع تتفاوت درجات الحرارة بشكل عام ما بين 19 إلى 25 درجة مئوية في معظم المناطق البرية. الهواء الشمالي الغربي أيضا راح يكون مستمر معنا خفيف إلى معتدل السرعة 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. نهار يوم الغد أجواء مائلة للحرارة، ومتوقع تتفاوت درجات الحرارة بشكل عام ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية، مع تحول في اتجاه الرياح لرياح جنوبية شرقية راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، وأجواء قد تميل إلى أنها تكون غائمة إلى غائمة جزئيا على بعض المناطق. الأجواء البحرية بشكل عام في يوم الغد البحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، قد يصل ارتفاع الموج خلال فترة النهار ما بين 1 إلى 3 أقدام، أما مساء متوقع يصل ما بين 1 إلى 4 أقدام، والتيارات المائية لا زالت قوية في فترات الحمل. أجواء طبعا راح تكون لطيفة ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة والهوايات البحرية. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 4:38، شروق الشمس الساعة 6 إلا دقيقتين، وموعد أذان المغرب الساعة 5:05 دقائق. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، أجواء راح تستمر معنا غائمة إلى غائمة جزئيا بدءا من يوم الغد إلى يوم الأربعاء. أجواء راح تكون مائلة للحرارة خلال فترة النهار، قد تصل العظمى في مدينة الكويت ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية، وأجواء معتدلة خلال فترات الصباح الباكر وأيضا خلال الفترات المتأخرة من الليل، قد تصل درجات الحرارة الصغرى بشكل عام ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية. هواء كوست خفيف إلى معتدل السرعة، ومثل ما ذكرنا الهواء الكوست قد يتسبب بارتفاع نسب الرطوبة بشكل نسبي خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر. يوم الخميس الهواء الكوست راح يكون مستمر معنا مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، وقد تبدأ معنا بإذن الله فرص الأمطار المتفرقة اللي راح نوافيكم بالتأكيد في تفاصيل أكثر عنها خلال نشراتنا القادمة. العظمى المتوقعة يوم الخميس 32، أما الصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية، وعودة للجانب الآخر من الاستديو لاستكمال ما تبقى من النشرة.